رعاية مصر النزيهة لملف المناطق الآمنة في سوريا مكنت من تغيير خارطة الأزمة، خاصة بعد أن نجحت الجهود المصرية في حمل فصائل مسلحة على إلقاء السلاح وإعلان استعدادها للانخراط في عملية سياسية ضمن اتفاق خفض التصعيد، والتي شملت أخيرا 3 فصائل كانت تسيطر على مناطق في جنوب دمشق. والمساعي المصرية ركزت على مبدأ الحل الإنساني دون تقسيم سوريا وفق مناطق النفوذ، بالإضافة إلى السعي نحو إدخال المساعدات ووقف التهجير القسرية، فاستحقت القاهرة أن تنال ثقة أطراف الصراع وذهبت بهم إلى بداية طريق ممهد ربما ينتهي إلى نور في نهاية النفق. اتفاق جديد نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل إليه لزيادة مناطق خفض العنف والتصعيد جنوبي دمشق، والتي يشهد سكانها تهديدا بالتهجير القسري خاصة حي القدم. الاتفاق الجديد الذي تم برعاية مصرية شمل كل من فصائل جيش الإسلام وأكناف بيت المقدس وجيش الأبابيل التي تسيطر على جنوبي دمشق. حضرنا هنا إلى القاهرة لبحث الوضع في جنوب دمشق والغوطة الشرقية ووضعية اتفاق تخفيض التصعيد بعد ارتفاع وتيرة الخروقات التي حدثت خلال 10 أيام الماضية. وقد حضرنا هنا بدعوة كريمة من القيادة المصرية للاتفاق مع الروس حول تثبيت وقف التصعيد في اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية وإنشاء اتفاق جديد لمنطقة جديدة مهددة قسريا بالتهجير، وهي منطقة جنوب دمشق وحي القدم. الاتفاق نجح فيما لم تتمكن منه محادثات جنيف وأستانا، والتي لم تنجح في وقف العنف بشكل كامل، إذ لم تهدف الرعاية المصرية إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أو تصفية معارضة أو شرعنة نظام، وإنما هدفت في المقام الأول إلى التأكيد على الحل السياسي وإنهاء العنف لإدخال المساعدات الإنسانية والتأكيد على مرجعية جنيف والقرارات الأممية. كل إمكانياتنا ما قدرنا نغطي النقص اللي عم يصير والتقصير اللي عم يصير من جميع المنظمات. حاليا لا في خيام، لا في بطانيات، لا في سفنجات، لا في خدمات نهائيا. تدخل وتعهد مصري بانفراجة في فك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تكفل القاهرة بعدم السماح بتهجير قسري جنوب العاصمة دمشق، خطوة جديدة بدأتها القاهرة في سبيل إنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات، والتي لم يدفع ثمنها سوى أهل تلك المناطق. تم خلال هذه المباحثات الإعلان اتفاق المبدئي حول عدم التهجير القسري من هذه المناطق وعلى خفض التوتر فيها وعلى دخول المساعدات الطبية والإنسانية إليها، وعدة أيضا عدة نقاط تم مناقشتها خلال هذا اللقاء. تواجد أمريكي في سوريا يهدف إلى منع روسيا من الانفراد بمفاتيح الحل، يشاركه تواجد تركي لمراقبة تحركات الأكراد، بينما تغذي الأموال الإيرانية والقطرية الصراع لتحقيق مصالح أيديولوجية وطائفية. هكذا تتلاعب المصالح الدولية بسوريا دون أن يرغب أي منها في وضع حل جذري، ليأتي اتفاق القاهرة ليشكل أملا جديدا في إنهاء الصراع. للمزيد معنا مباشرة الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام. أستاذ أسامة أهلا بحضرتك. إذن انطلاقا من مبدأ مصر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، في الحفاظ على وحدة الدول العربية، في الحفاظ على ودعم الجيوش العربية، رفضها التام للتدخل الأجنبي في الدول العربية، نجحت بالأمس في توقيع اتفاق ما بين مجموعة من الفصائل السورية ونجحت في ذلك. هل نستطيع أن نقول بأن القاهرة نجحت سياسيا في نقل الأزمة السورية من أروقة الدبلوماسية الدولية إلى أحضان العرب مرة أخرى؟ هنا في نقطتين لازم نتكلم فيهم إذا كان ينبغي علينا أن احنا نركز حوالين نجاح الجهود المصرية في هذا الملف. النقطة الأولى هو مش بس الملف السوري، أيضا الملف الفلسطيني والملف الليبي. لو ناخد بالنا التحرك المصري هو تحرك له امتداداته في الغرب وفي الشرق وفي كل الملفات الساخنة
في المنطقة في الحقيقة، وهذا يحمد للدولة المصرية وللمخابرات العامة المصرية. الشق الثاني اللي بيتعلق بالموضوع اللي احنا بنناقشه النهاردة، كل ما هو مصري مقبول تماما في سوريا، مقبول حكومة وشعبا ومعارضة، مقبول من الكل. ولو كانت ظروف مصر في 2011 زي ظروفنا دلوقتي او ما كانتش معقدة، انا اتصور ان هذا الملف من بدايته كان ينبغي ان يكون ملفا مصريا بامتياز، لان عدد اللاعبين الاجانب داخل الاراضي في الجمهورية العربية السورية عدد كبير جدا، والتدخلات كتيرة للغاية، والموقف في منتهى التعقيد. وجود مصر في الحقيقة هو وضع يتمناه السوريون جميعا وكانوا ينتظرونه منذ أمد طويل. فيما يتعلق بالمنطقة اللي احنا نجحنا في الإسهام في خفض التصعيد فيها، هذه المنطقة في الحقيقة الثلاث فصائل اللي تم جمعهم هنا في القاهرة دول مش هم المشكلة. المشكلة الحقيقية في الحجر الأسود والقدم وحتى في اليرموك هي وجود الدواعش وجبهة النصرة. صحيح. لأن دول هم الذين يعيقون أي محاولة لإدخال مساعدات من أجل التهدئة، من أجل المصالحات. وموضوع المصالحات ده موضوع يعني ممتد وبقاله فترة طويلة، وكان من الممكن تسوية الأوضاع لولا تواجد الدواعش وجبهة النصرة. وللأسف البالغ تدخلت تركيا عسكريا برفقة قوات من جبهة النصرة امبارح والنهاردة من الشمال من ناحية إدلب، وهو ما يعقد الموضوع أكثر فأكثر. دعني أقول لك أن هذا المجهود الذي بذل يكشف عن كثير في الحقيقة من المعلومات، واحدة منها أن الملف السوري لم يكن غائبا يوما واحدا عن المخابرات المصرية. نمرة اثنين، أنه تعقيدات المشهد في سوريا تؤثر على الأمن القومي المصري، ومن ثم ده كمان يخلينا زي ما بنبذل مجهودات في ليبيا وفي الملف الفلسطيني نبذل أيضا المجهود في سوريا. وإذا ما طلب منا في العراق أو في غيره طبعا هنكون موجودين، لأن كل ده بيعقد البيئة الأمنية للأمن القومي المصري. طيب استاذ اسامه، يعني نقدر نقول الدبلوماسيه المصريه اثبتت ان وجهه نظرها هي الصح، بان الحل لابد ان يكون حل سلمي، تحدثت بذلك في المحافل الدوليه، انتظرت طويلا حتى رات القضيه، رات ابعاد القضيه، رات الداعمين ورات الحلفاء. لم يكن هناك ابدا اي افق عسكري ناجح في اي ملف حصل في المنطقة العربية، لا في العراق ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن. كل هذا عبث وكل هذا إراقة دماء، لأنه عندما تكون قدام مأزق سياسي لا يمكن أن يحسمه السلاح، لأنه صحيح. السلاح معناه إفلاس السياسة، قول واحد يعني. خليني أقول لحضرتك أنه منذ أن بدأت الأزمة في مارس 2011 ووجهة نظر مصر مشكلة في هذا الوقت في المجلس العسكري للقوات المسلحة أن الحل في سوريا سياسي وليس عسكري على الإطلاق. هناك من كابر وظلت المكابرة لحد ما وصلنا لسبع سنين، ولا يمكن أن يحسم هذا الملف عسكريا، بل السلاح من أول هذه الأزمة هو الذي عقد هذه الأزمة وأوصلها إلى ما نحن فيه. عايز أقول لحضرتك أن كمان في عنصر مهم للغاية لازم نتكلم فيه، أنه مصر مش بس بتعمل على الاستقرار في ليبيا وفي الوضع الفلسطيني وإن شاء الله وصولا إلى دولة فلسطينية وأيضا في الملف السوري، لا، ده مصر كمان بتعطي أفق لإعادة الإعمار، سواء كان إعادة الإعمار ده في سوريا أو في غزة. صحيح. أو في ليبيا. وبالتالي أنت قدام رؤية، وهذه الرؤية لها علاقة بالإقليم ومستقبل الأمن والاستقرار في الإقليم، الأساس في ترتيب أوراقه هي القاهرة. طيب استاذ اسامه، من وجهه نظرك يعني ما الذي ساعد مصر على ان تلعب دور الوسيط النزيه؟ لا، هو مصر عندها مبادئ من ناحيه، ومن ناحيه تانية احنا ما بنشتغلش بوجهين، وجه تحت الطاوله ووجه من فوقه يعني. نمره ثلاثه، وزي ما قلت لحضرتك فيما يتعلق بالملف السوري بالذات هذا الملف، كل ما هو مصري مقبول. ليه؟ واحد، هذه الدولة كانت جزءا لا يتجزأ من مصر، كنا الجمهورية العربية المتحدة.
نمرة اثنين أن العلاقة المصرية السورية رغم ما شابها وقد شابها كثير في الحقيقة، ولكن التنسيق على المستوى الأمني لم ينقطع يوما واحدا. وخليني أقول لحضرتك في الملف الأخير لما جت هذه الفصائل إلى القاهرة برعاية مصرية وطبعا بضمانة روسية، كان هناك وفد أمني أتى من سوريا، والناس كلها قالت هذه الأخبار في محطات متعددة رغم أنه ما صدرش من الحكومة السورية إشارة بهذا الشكل. كان في وفد أمني سوري، ومن ثم أصبح هناك جدية في التعامل، هناك مصداقية، هناك أيضا إجماع ما بين من يسمون أنفسهم معارضة مسلحة أو معارضة سياسية وبين الحكومة بين كل الأطراف أن القاهرة هي الوسيط الوحيد المقبول لأسباب تاريخية ولأسباب أيضا تتعلق بما هو جيوسياسي أو بالوضع أن مصر بحكم مركزية دورها في العالم العربي هي مسؤولة عن كثير من الملفات. هذا قدرنا، ما بنقحمش نفسنا في شؤون الآخرين، ولكن ما يحدث لدى الآخرين يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري. طيب، في نقطتين مهمين جدا في اتفاق الأمس، هو إعادة فتح المعابر ورفض تهجير القصري، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي فتح المجال أمام أي فصيل يود الانضمام إلى هذا الاتفاق. كيف تقيم أو تتوقع أن تكون استجابة الفصائل التي لم تنضم بعد إلى الاتفاق؟ والله المشكلة هي في الطرفين، يعني في طرف يعتبر أن ما يحدث بالنسبة له هو حصار وتهجير قصري، وهناك طرف آخر يرى أن الدولة تمتلك الحق الحصري في فرض الأمن والنظام، وهي دي لب المشكلة. كل هذه القضايا من الممكن جدا التحاور بشأنها، وما ننساش أن مصر ومن قبل كده احنا كمان تدخلنا في موضوع الغوطة الشرقية، تدخلنا أيضا في تجهيز وفد لمعارضة في المفاوضات وفي منصة القاهرة وفي منصة موسكو، وهناك منصات متعددة في الحقيقة. خلينا أقول لحضرتك أنه مصر بالتحديد هي رمانة الميزان، ورغم أنه الوضع على الأرض يعني بيقول كلام تاني. على سبيل المثال أنا قلت لحضرتك أن الدواعش موجودين في مخيم اليرموك وموجودين في الحجر الأسود وموجودين في كل هذه المناطق اللي هي جنوب دمشق، وجبهة النصرة كذلك وهي مصنفة إرهابية ما فيهاش كلام، يعني خلي مهما بقى سمت نفسها، تسمي نفسها بقى جبهة فتح الشام، تسمي هي النصرة اللي هي أصلا القاعدة، تنظيم القاعدة في بلاد الشام. عايز أقول لحضرتك أن مصر عندها رؤية واضحة وعندها معلومات واضحة ولديها إدراك دقيق للوضع على الأرض. فهذا الإدراك الدقيق لما بتدخل جهاز معلوماتي ضخم زي المخابرات العامة المصرية وترعى وهي عارفة بالضبط من أصحاب الثقل ومن مش أصحاب الثقل، ايه شكل الوضع على الأرض وإيه مدى تعقيداته، بالتالي بيبقى القرار في القاهرة أصوب وأكثر دقة. الناس بتثق في الرؤية المصرية ورؤية أجهزة الأمن المصرية. طيب، وتثق أيضا أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص ولابد من اغتنامها الآن، لأنها إن لم تغتنم الآن فلن تأتي بعد ذلك أبدا. هل ما حدث بالأمس يرد على التشكيك الأمريكي بإمكانية تحقيق مبادرة وقف إطلاق النار والمناطق الأمنة خفض الصيد؟ أمريكا في الحقيقة وكل ما يصدر عن أمريكا بقى محتاج مراجعة، وأظن حضرتك من ساعات شفت خطاب ترامب وكلنا شفنا ما الذي تفكر فيه واشنطن. وللأسف البالغ أن العسكرية الأمريكية تقول كلام مغاير تماما لكلام تيلرسون ولكلام ترامب، وتقدير الموقف الحقيقي فيما يتعلق بالبنتاغون لا بيقول كلام تاني خالص غير هذا التشكيك الذي يصدر عادة في الإعلام ويصدر عادة في المجال العام. لكن ما يراه العسكريون يرون وضع أكثر تعقيدا، ويرون أن هذه الساحة التي استخدمت للحرب بالوكالة ما بين أطراف كثيرة ومتعددة وصلت إلى حائط مسدود، أصبح في أفق الحل العسكري مستحيل، ومن ثم ما فيش قدام الجميع سوى الحل السياسي وبضمانة النزيهة. لأن في الحقيقة في بعض الأطراف اللي ممكن يبقوا موجودين كأطراف ضامنة هما مش أطراف نزيهة، وأقل حاجة ممكن أقولها في ده الموقف التركي الأخير. أستاذ أسامة، نريد أن نتوقف معك قليلا عند هذه النقطة التي قد أثرتها وهي الحل السياسي. البعض يتفق معك في هذه النقطة أو الكثير يتفق في أن الحل السياسي هو الحل الأمثل، ولكن السؤال الذي
يختلف مع رأيك أستاذ أسامة بأنه الحل العسكري وما توصلت إليه القوات السورية أو الجيش العربي السوري من انتصارات حقيقية على أرض الواقع هي ما فرضت هذا الواقع السياسي الجديد؟ طيب خليني هنا أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى هو الأساس الذي بني عليه الصراع، ومن بدري مصر رأت أن هذا الصراع لا يمكن أن يحسم عسكريا، وبالتالي أي حد الواقع بعد 6-7 سنين يعني أنت بتكابر في إيه؟ نمرة 2، وهذا هو الأهم. صح يا فندم، الميدان هو الميزان، صح، وهذا الكلام دقيق، ولكن انظري أيضا إلى تعقيدات الميدان، لأن في أطراف داعمة لمنظمات إرهابية يعني بتديهم المال والسلاح، وده في فضيحة، وقد تم تفجير الفضيحة دي على الشاشة اللي حضرتك بتتكلم منها، وهي فضيحة نقل الأسلحة من الجيش الأمريكي وعبر بعض دول البلقان إلى سوريا وإلى الفصائل المسلحة في سوريا. لا احنا قدام مشهد. أستاذ أسامة أتحدث تحديدا في عن أنه من يحمل السلاح هو الجيش النظامي، الجيش العربي السوري، يعني هذا الأمر طبيعيا، ولكن نختلف في أنه من يحمل السلاح هي جماعات أخرى مسلحة تأخذ هذه الأسلحة من دول أخرى تريد تنفيذ بعض الأجندات، لا خلاف في هذه النقطة، ولكن كيف كان يمكن، يعني إذا رجعنا للخلف مرة ثانية، كيف يمكن أن يواجه الجيش العربي السوري هذه الجماعات المسلحة باتفاقات سياسية لن تستطيع أن تنفذها؟ ده بعدين لما حصل تدخل الروسي وبدأت روسيا في الوجود الشرعي إلى جوار الجيش العربي السوري، وأيضا بعض حلفاء الجيش العربي السوري، لما توجد هذا الواقع الجديد أتاحت الحكومة السورية فرصة المصالحات. وعلى فكرة الموضوع ده بقاله أكتر من سنتين، مبدأ المصالحات إما بإلقاء السلاح وإما أن حضرتك تروح لمنطقة تانية زي مناطق إدلب وغيرها وتنضم بقى اللي أنت عايز تنضم له وتواجه الواقع الجديد. الحقيقة أن الحكاية دي نجحت في الكثير جدا من الأمور، وكانت فرصة أنه المجتمع العربي السوري، وهو مجتمع في الحقيقة منتج، وهو مجتمع في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا عنده نقص في القمح ولا عنده نقص في السكر ولا عنده نقص في الوقود رغم كل حاجة شافوها طول 7 سنين، ده لأن ده أصلا هذا المجتمع هو مجتمع بتاع إنتاج وما كانش مديون لأي حد على الإطلاق ولا صندوق نقد ولا أي شيء. هذا المجتمع في الحقيقة عانى كثيرا، فعندما وجد فرصة للمصالحة والخلاص من حالة الصراع المسلح بادر الجميع. وما ننساش كمان أن في مراكز ثقل كثيرة في التركيبة السورية، وأن هناك عناصر كثيرة غير مصر، يعني هتلاقي فيه أكراد، هتلاقي فيه شركس، هتلاقي فيه أرمن، هتلاقي فيه عرب سنة، عرب شيعة، هتلاقي تركيبة في السكان مش زي التركيبة بتاعتنا ولا حتى تركيبة ليبيا. ولذلك هذه الأمور أسهمت وإلى حد كبير في نجاح فكرة المصالحة والتوقف عن الصراع المسلح، تمهيدا لحل سياسي يقوم على أساس مقررات جنيف وجنيف واحد والمقررات الأممية، وبالذات فيما يتعلق بخارطة الطريق للانتقال السياسي. نعم أستاذ أسامة، الحديث عن السياسة الخارجية المصرية التي تميزت بالفعل بالحنكة السياسية، هناك حديث آخر يعني ينبثق عن هذا الحديث عن السياسة الخارجية المصرية، وهو أنه هناك أهمية استراتيجية وجغرافية لهذه المناطق التي يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار فيها، وهي جنوب دمشق وهذه المناطق وحي القدم. ما مدى أهمية الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لهذه المناطق تحديدا؟ طيب دعيني أقول لحضرتك، لأن أنا من الناس اللي رجليهم على الجغرافيا السورية. كل الجغرافيا السورية في منتهى الخطورة والأهمية. كلها بمعنى كلمة الكل. يعني حتى من درعة في الجنوب لحد آخر حلب وباب الهوى من ناحية الشمال الغربي ودير الزور، كل هذه الجغرافيا في الحقيقة تختلف عن الجغرافيا المصرية. فكلها جغرافيا صعبة ومعقدة وحاكمة لدرجة معقدة. وعايز أقول لحضرتك أنه كل المناطق في سوريا في الحقيقة عانت، والعنف طال الجميع والدم طال الجميع، وهذا الشعب عانى فوق ما أي حد يتخيل. أنا شخصيا لا أتخيل أن شعبي يعاني حتى شهر واحد مما عانوه. وعلشان كده بقول أنه ضمانة الأمن القومي العربي هي مصر.
وانه لو بصينا كويس لمناطق الصراعات والفوضى ومحاولة تقويض الدولة الوطنية في ليبيا، في سوريا، في اليمن، هتكتشف حضرتك مثلث في القلب منه تقع مصر، وده كلام في منتهى الخطورة اذا كنا بنتكلم في الجغرافيا وما هو استراتيجي في الجغرافيا. كل هذه الملفات تعقيداتها مباشرة على الأمن القومي المصري. مصر النهاردة بتتعافى، مصر بتستعيد روحها، مصر بتستعيد دورها الإقليمي بعد ما كانت مصر منكفئة على ذاتها لسنوات لأسباب طبعا كلنا نعرفها. الآن مصر مش بس مطالبة بحل هذه المشكلات، لا، ووضع مشروع إقليمي جديد لنظام عربي إقليمي جديد ينطلق من رؤية مصرية خالصة. وأنا لا أعتقد أن في حد شايف نفسه منافس يعني لهذه الرؤية إلا أن كانت بقى قطر وحلفتها تركيا وإيران. نعم. يعني صحيح أستاذ أسامة، ولكن يعني وفق هذا الحديث بأن كل المدن في سوريا لها أهمية، ولكن هناك في حتى في باقي الدول هناك أهمية استراتيجية طبعا وجغرافية لبعض مناطق بعينها. عندما سألتك عن هذه المنطقة في جنوب دمشق، نحن نعلم أن هناك محاولات كثيرة من قبل إيران للتمدد الشيعي ووضع أذرعها في الأراضي السورية، وتحديدا في هذه المنطقة نتحدث عن مرقد السيدة زينب الذي تتوجه له إيران. شوف يا فندم، الكلام حوالين مد شيعي يعني محتاج شوية دقة. أنا متفق على وجود مد فارسي، أنا متفق على ذلك، وأن إيران تريد أن يكون لها منافذ على البحر المتوسط، سيد بحار العالم، وأنه فعلا تمكنت إيران من عمل قوس يمتد عبر بغداد إلى دمشق إلى بيروت لحد ما نوصل للجليل الأعلى، وأيضا من الجنوب من اليمن. نعم، أتفق أن هناك تمدد في النفوذ الإقليمي الإيراني، وأتفق أن هذا التمدد في النفوذ نواياه وما خلفه خطير في الحقيقة ويحتاج إلى كثير من المكاشفة وأنه يبقى واضح تماما إيه هي أهدافه. لكن أيضا هناك تحركات تركية، أيضا هناك مشروع إسرائيلي، أيضا هناك مشروعات متعددة مش بس الإيرانيين لوحدهم. وعشان كده بقول أنه الحل سيكون مصريا وبرؤية لإعادة ترتيب النظام العربي الإقليمي مصريا. أنا مش شوفيني في اللحظة دي ولا بتكلم لأني منحاز لبلادي، أنا مصري، ولكن أنا لا أرى بديلا لمستقبل هذه المنطقة من دون مشروع قومي، وهذا المشروع القومي مصر هي التي تقوده ومصر هي التي تضع ملامحه. نعم، بالطبع سيد أسامة، اللاعبون الدوليون في سوريا كثر، ليس فقط نتحدث عن إيران، نتحدث أيضا عن التدخل التركي وتحديدا في شمال سوريا في مناطق السيطرة الكردية. أخيرا أستاذ أسامة، في عجالة الآن يعني هناك اتفاقات كثيرة لوقف إطلاق النار وأماكن خفض التصعيد، إذن الطريق معبد الآن لمزيد من توفير عدد كبير من الدول الأخرى المناطق الأخرى لأن يكون هناك خفض للتصعيد. ما هي المناطق المحتملة لأن يكون هناك فيها خفض للتصعيد؟ في الحقيقة أنه في منطقة حدعاكس فيها قوي هذه المفاهيم وهي المناطق الجنوبية، لأن هذه المنطقة تلعب فيها إسرائيل بشكل واضح، لأن منطقة درعة مجاورة لمسألة الجولان، وفي تعقيدات كثيرة إسرائيل برضو موجودة في الملعب، إسرائيل موجودة وبشكل فاحش، وكل شوية تانية تخش تضرب بصواريخ وبتتدخل كل شوية والتانية، ومجلس الأمن لا إدانة على الإطلاق. خلينا أقول لحضرتك أنه كثرة اللاعبين أو كثرة الطباخين أفسدت الطبخة، وقد آن الأوان إلى أن ينتظم كل الأوضاع وتنتظم كل المناطق في سياق حل سياسي مبني على مرجعية جنيف، ومن ثم نبتدي فعلا في تحول وإعادة إعمار، كما أكدت الدبلوماسية المصرية أنه إعادة الإعمار هو جزء لا يتجزأ من الصفقة. نعم، الصفقة السياسية طبعا. نعم، نشكر الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام، نشكرك جزيل الشكر.